السلام عليكم. هذه أنثتين زيبرا نايمات في عش واحد، يعني ذكر الزيبرا عادي يتزوج أكثر من واحدة. طبعا ما هو يعني كلهم، يعني ما هو قضية ديك ودجاج لازم يعني كذا، لا، ولكن فيه ولا هي بنادرة، يعني يغلب في كل عش عشين تحصل جوز جوزين. السلام عليكم يا شباب. هذا خل التفاح اللي انا اتكلم عنها اللي يقول اصلي الزين، هذا هو شفتوه، ترى والله له بدعايه ولا شيء. هذا تلقونه عند العطارات، عند المحامص، عند محلات الطيور. هذا هو خل التفاح، شفتوه، ركزوا فيه، خل تفاح طبيعي، حتى ريحته ما هي قويه زي بعض الخلات وكذا. هذا هو بنحطه للحمام يشرب ويتروش. والآن بدأ التروش. طبعا ما تكلمنا عن الخل. الخل انواع، في طبيعي وفي غير طبيعي، وفي خل تفاح صناعي وفي خل تفاح طبيعي. انا اتكلم عن خل التفاح الطبيعي. خل التفاح اول شيء يعطيهم فيتامين اي، الشيء الثاني يعطيهم بكتيريا نافعه تقاوم الامراض، الشيء الثالث يقتل جميع الحشرات اللي متواجده فيه، ولكن ليس هو الحل على الفاش ابدا. لا تتوقعون انه حل فاش، لا، غير صحيح. الفاش اذا تروش الحين بهذا قتله، ولكن الفاش يكون مطلع له بيض في الصندوق حقهم، في البياضه حقتهم، وما رايح يموت. بعد 10 ايام 15 يوم بتطلع الفراخه حقت الفاش وبتلعب في الطيور. حتى لو حطيتها مثلا كل 3 ايام كل 3 ايام كل 3 ايام، ممكن مع الايام اذا كثرتها ممكن انك تلحق عليه. ولكن انا افضل المبيد الحشري، في مبيد حشري عند البيطري ب 40 ريال ب 30 ريال ب 20 ريال، تاخذ منها بالسرنجه او الابره، تاخذ منها تقريبا مقدار سنتي واحد بس سنتي، وتعبيها على 5 سنتي مويه. يعني تاخذ بالابره 1 سنتي وتعبي العلبه عندك 5 لتر مويه وتفرغها فيه. ما ادري انتم فهمتوا ولا لا. تاخذ بالابره 1 سنتي، بعدين بعد ما تاخذ ال 1 سنتي ايش تسوي بها؟ تروح لمعلبه فاضيه وتعبيها مويه 5 لتر مويه، ثم تفرغ هذه فيها وتخليها نص ساعه وتبدا تبخبخ الطيور والصناديق وكل شيء، بحيث انها تقتل الحي والبيض حقه. فيه مواد كثيرة تستخدم مثلا، بس أنا ما أفضلها، الغاز، الديزل، ديزل محروق، الكلور، ما أفضلها لأن ريحتهم قوية، قد أنها تقتل الطير أو تقتل الفراخة أو تسبب مشاكل تنفسية. الأفضل عند البيطري، لأن البيطري يعطيك الحق ذا يقول لك ما يأثر على الطير، بس لا يشرب الطير منه، يعني ما تحطه في المسبح. لأن هذا ما له ريح أبد ولا يوذي. أما الثاني الديزل والغاز البنزين، شو اسمه؟ الثاني هذا شو اسمه؟ الكلور، الديتول، اللي في الصيدلية، كل أبوها تقتل الفاش، ما أقول لك لا، ولكن ريحتها قوية، أنا أبغى شيء بدون ريحة.
ويا شباب لا اوصيكم المقطع هذا سووا له نشر ولايكات، يعني ما يحتاج من يوصيكم، ما وصيتكم الا وانا امون عليكم يعني، وانتم قدها وقدودها. طبعا ابى اخلي هذا الخل عندهم، ماني شايله اليوم، ابى اخليه عندهم الين بكره الصباح. وعلى فكرة عندهم موية عيدية بس بخليها، الموية العيدية ما راح أحد يشرب منها أصلا، لأنهم بيشربون مسطول قدامهم، لأن الطير أصلا في الشتاء كل 6 ساعات 7 ساعات ياخذ شيء بسيط ما يسوى يعني تحطه في الموية. براي الموية طلعت سودة عقبهم، سنة كفرات تفحط فيه. اللي يقول برد وما برد، إذا أنت تعطي طيورك تحصينات زي أنا ما تكلمت في الفيديوهات السابقة، لا تخاف من البرد أبدا مرة، لأن التحصينات هذه مفيدة قوية مرة تخلي الطير بدون أمراض، لأنها تحصين من الفيروسات مو البكتيريا. وما رايح تشوف عندك لا أبو صرع الصريعة أو برقيبة أو الصدة اللي نص لفة أو البكتيريات أو الكنكر أو الأمراض المعدية اللي عند الطيور، ما رايح تشوفها أبدا إذا استخدمت التحصينات، لأن التحصينات سبحان الله العظيم يعني مصلحة يعني عن طريق البيطري وكذا بطريقة يعني زي حقة الإنسان. على ذلك أنا ولله الحمد ما أذكر عندي شيء في الصرع ولا في أبو رقيبة ولا شيء، ولا كان أحط لكم حلقات عنه علاج وكذا، ولله الحمد ما عندي، ولله الحمد. حصل لي مرة واحدة قبل ما أجيب الحمام هذا، كان عندي جوز بلدي ما هو لي ومعشش عندي وما اهتم فيه اصلا، ما هو لي، ما ودي اني يعني ايش اني هذا. يوم دريت لقيت فيها ابو صرع عالجته ما نفع، بعد ما جاء ابو صرع ما نفع العلاج. ندعكم مع الفيديو، يعني بعد التحصينات يعني بامر الله سبحانه، بعد التحصينات ما رايح تشوف لا فيروسات عندك لا بكتيريا لا اي مشكله، وانتاج قوي وكل شيء، بس لازم تعطيهم بعد فيتامين وملح معدنيه لا تنسونها. واللي ترى الطيور تعتمد على البروتين، اللي ما عنده شيء يقدمه فيه بروتين ياخذ له ملعقه عسل ويحطها في السقايه، ملعقه عسل تحطها في السقايه لمده يوم، ثم خلاص تعطيهم مويه عاديه، وكل 3 ايام 4 ايام يعني كل اسبوع مره. يلا الحين التنشيف، يلا بدوا ينشفون، يلا شدوا حيلكم حول ما اطير معهم على الهواء. الافضل اني اشيل المويه عشان الاوساخ ما يشربون منها الافضل، ولكن انا مقصر صراحه، ابى اخليهم كم ساعه وبعود عليهم. يلا سلام عليكم.